بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوميات أسرة بسيطة. إن شاء الله النهاردة هنطلع الشتوي وندخل بقى إن شاء الله نخزن بقى الصيفي. فقبل ما ببدأ في أي حاجة، طبعا ببدأ بسم الله الأول. أول حاجة بحضر قبل ما أطلع أي حاجة وكركب الدنيا لا، بحط ترابيزة جنبي، لو اللي هي بتتفتح وتتقفل دي، أو مثلا لو في مكتب أو ترابيزة السفرة أو كده. وبحضر كيستين، كيسة اللي هي دي اللي هشوف فيها مثلا سواء صيفي او شتوي الهدوم اللي هي مش محتاجينها، تمام، هنحطها هنا. وكيسة تانية هنحط فيها الهدوم اللي مش محتاجينها، دي هنحط فيها الهدوم اللي مش محتاجينها، وان شاء الله نطلعها مثلا لحد ايه لوجه الله. وطبعا لازم تكون هدوم حلوة كده وقيمة، وتكون نظيفة كده وشكلها جميل. اما هنا بقى في الكيس ده ممكن نحط فيه الهدوم اللي مش عايزينها، وممكن نقطعها مثلا نستخدمها في البيت، نمسح بيها اي حاجة. فالترابيزة دي طلعتها ليه؟ هنشوف دلوقتي انا هعمل عليها ايه. طبعا الترابيزة دي انا بدل ما احط على الهدوم اللي هطلعها الصيفي دي، الهدوم الصيفي، بدل ما احطها على السرير وتكركب الدنيا، لا طلعتها زي تطبيقتها، لان هي كانت مطبقة في الدولاب، ولو ما فيش حاجة متطبقة نطبقها ونحطها بالمنظر ده. هتسهل علينا لما نيجي نحطها في الشنط اللي هنخزنها فيها للصيف الجاي ان شاء الله. كده بقى انا فضيت الدولاب، مفروض بقى قبل ما ادخل انا خلاص طلعت الصيفي، قبل طبعا ما ادخل الشتوي تنظيفه بقى كده على السريع عشان ينضف كده ويبقى ايه يستقبل الهدوم كده وهو ريحته حلوه، يا دوبك خرقه وفيها شويه معطر كده او حاجه، وامسحها بيها ومعاها شويه خل. وطبعا هاخد الشماعات دي هغسلها برده عشان تبقى ايه كويسه وما فيهاش اي حاجه، ننضفه كده وبعد كده نرجع نرص ان شاء الله. ما ننساش لما نحط بقى في الشنط، يا ريت طبعا كل، طبعا دي الهدوم بتاعت بناتي، يا ريت لو كل واحده مثلا يكون ليها شنطه او يبقى احسن في الترتيب. ما ننساش كمان نحط صابونه في النص كده، وبعد كده نكمل على الهدوم عشان هدوم لما نطلعها تاني في الصيف تبقى ريحتها حلوه جميله. انا طبعا جايبه الشنط دي بستخدمها اللي هي شنط البلاستيك دي، تبقى حلوه ومريحه وما تاخدش مساحه كتير. دي بقى شويه تيشرتات كده نص كم، هما مش هينفع، هي بتاعه الصيف وكل حاجه، بس هما ساعات بيلبسوها من تحت لو في جاكيت جينز او حاجه، فهطبقها لهم واحطها لهم برده كام واحد كده يلبسوه تحت الجواكيت. الحمد لله خلصت خلاص التطبيق، طبقت الهدوم البيتي كل رف لبنت من البنات عشان ما يحصلش لخبطه. بصوا بقى انا لما طلعت الهدوم البيتي طلعت البيجامات، ما طلعتش الاعداد الكبير، هوريكم الزيادات انا بحطها فين بحيث ان الدولاب ما يبقاش متكركب وخلاص. يعني دي الحاجات اللي البنات بتستخدمها، هنا مثلا حاطه من تحت البيجامات التقيله اللي يلبسوها في ايام الساقعه الجامده، ومن فوق هنا البيجامات الخريفي، تمام، ده فوق. تحت هنا برده الرف اللي تحت برده نفس الحكايه، البنت الثانيه حاطه لها برده الخريفي الخفيف من تحت، والبيجامات اللي هي التقيله من سوري البيجامات الخفيفه من فوق والتقيله من تحت. ودي شويه تيشرتات بيلبسوها تحت الهدوم في الشتاء، تمام. ده بالنسبه لهدوم البيت بقى كده. طبعا انا مش مخلياه يعني مسحوب ومكركب عشان يبقى رايق كده على طول، تمام. ما انا بحطش مفارش، بخاف برده من تطليع الهدوم وتدخيلها، المفارش كل شويه بتقع، انما ممكن في الدولاب الكبير نحط المفارش عادي. بالنسبه لهدوم الخروج حطيت لهم التيشرتات اهي، طبقتها لهم اللي هي ممكن تتلبس تحت مثلا جاكيت جينز او حاجه، تيشرتات نص كم. وحطيت لهم البنطلونات الجينز بتاعتهم اهي، البنطلونات بتاعتهم الالوان والجينز، تمام. ودي بقى حاجات بتبقى مثلا خفايف كده، يعني ايه تيشرت بكم، بلوفر كده سبعه بيتلبس من تحت كده كبيزك، ده برده بيزك كده بلوفر. طبعا مش دي كل الهدوم، بس انا حطيت اللي هم بيلبسوه بس او بيستعملوه على طول، يعني بيحبوا يستعملوه. وهوريكم الزياده بوديها فين. هنا بقى في الرف ده، في الجزء ده اللي هو بيبقى متعلق فيه الرشاقات، حطيت الهدوم اللي هي بيلبسوها طبعا في الخروج. طبعا بدأت بالفستات، لان الفستات دي ممكن يلبسوها يعني الايام اللي جايه دي ان شاء الله. الفستات دي تتلبس في ايام الخريف كده، والجاكيت الجينز طبعا ايام الخريف، بعد كده بقى السويت شيرت، بعد كده بقى الجواكيت اللي هي التقيله الوتر بروف واللي هو الصوف ده، تمام. برضو دي مش كلها، وهقول لكم دلوقتي انا وديت الزياده فين. في حاجه بقى افتكرتها وانا دلوقتي برتب الهدوم، ايه هي؟ ان انا معظم الهدوم بتاعت ولادي او بناتي يعني بجيبها
في السيل، وده بيوفر عليا كتير قوي. يعني مثلا هقول لكم مثال، ده مثلا كنت جايباه من محل ترينوفا، ده كان قبل السيل ب 300 جنيه. تخيلوا بقى انا واخداه في ايام السيل بكام. بصوا جميل جدا وطويل وحلو، وبلوفر صوف يعني جاكيت صوف جامد قوي. ده كان ب 80 جنيه في وقت السيل، متخيلين الفرق؟ برده ده كنت جايباه برده من كارفور ايام السيل، برده كنت واخداه ب 50 جنيه. ومش عايزه اقول لكم تقيل قد ايه، يعني ممكن يتلبس من لوحده عادي، مش لازم يتلبس عليه فوق جاكيت. النصايح دي بقولها لكم عشان باذن الله الهدوم طبعا نازله غاليه جدا، فاحنا على قد ما نقدر نجيب الهدوم اللي هي تناسبنا بس في ايام السيل. انا عن نفسي مش هجيب حاجه الايام دي خالص، الا لو ربنا كرم ان شاء الله وفي السيل نزلت الاسعار فباذن الله هجيب. ده بالنسبه لفوق اللي هي الرف بتاع ايه اللي فوق ده بتاع الجواكي. تحت هنا بقى في نفس الرف كده بحط هدوم المدرسه، كل بنت من البنات حاطه لهم هدوم المدرسه بتاعتهم، مرصصاهم كده عشان ما يتلخبطوش. الدرج ثلاث دراج من تحت اهي، الدرج ده حاطه فيه الشرابات بتاعتهم بتاعت المدرسه، والشرابات بكلونات، والباضيهات الكات لو بيلبسوا باضيهات من تحت. وهنا طبعا دي بقى الحاجات اللي هي خاصه بيهم هما الاثنين، كل واحده ليها درج في حاجاتها الفلنات اللي بتلبسها وكده الخاصه بيها. الهدوم الزياده بقى بوديها فين؟ انا عندي في سرير بناتي، عندي في اوضه البنات درج كده في السرير بيطلع وبيدخل، ده بيبقى طبعا سهل جدا انت تفتحيه وتطلعيه اهو، يدخل كده عادي ويطلع طبعا. فبحط فيه الحاجات الزياده، يعني انا مش بحط في الدولاب الا البنات بيستخدموه كتير او بيحبوا يلبسوه كتير، واللي مش بيلبسوه قوي او مثلا بيلبسوه في اوقات معينه او كده بحطه لهم في الدرج ده، بحيث ان انا رتبت حاجتي وطلعت لهم الشتوي وكل حاجه، وفي نفس الوقت ما كركبتش الدولاب وحطيت في الدولاب الحاجه اللي انا محتاجاها. دي كانت شويه افكار، اتمنى يا رب تكون انها تعجبكم، يا رب تعجبكم. وده كان ترتيبي النهارده اللي من غير كركبه ولا حاجه، والدنيا تبقى منظمه كده، يا رب تفضل منظمه كده على طول. واتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه طبعا والشير عشان يوصل لاكبر متابعين واكبر عدد من الناس، وتنجح قناتنا اللهم امين يا رب، والكومنتات الجميله من احسن متابعين. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.